تشاهدون الآن. عدد المطورين زاد قد ايه من المره اللي فاتت؟ احنا المره اللي فاتت كنا 32 مطور، المره دي احنا الحمد لله كسرنا ال 40 مطور. النجاح ده وراه مجهود. ريد بورن هالك، احنا حققنا سكسس ستوريز في الريد اكسبوس اللي فاتت. هل الحكومه ابتدت تسمع؟ الحكومه عملت اجراءات جيده في خلال الفتره اللي فاتت، ولكن من وجهه نظري انا بقول مش كفايه. معرض اليوم الواحد ريد اكسبو واللي بينظمه تحالف دار الخبرة العقارية ريد كولابوريشن قدم في دورته السابعة مجموعة من العروض القوية بحضور أكتر من 40 مطور و400 مستشار عقاري، وكان فعلا أقوى بداية لموسم الصيف بفرص خاصة وصعبة تتكرر على مشروعات الساحل الشمالي، وكمان عروض حصرية على الوحدات السكنية والإدارية والطبية والمولات التجارية والأنشطة الصناعية في أهم المناطق الاستثمارية في مصر. ومهم نعرف تحالف دار الخبرة العقارية ريد كولابوريشن كيان ضخم بيضم 22 شركة رائدة في قطاع التسويق العقاري، وكون فريق استشاري قوي فاهم يعني إيه تسويق، وقدر في زمن قياسي يحقق مبيعات ضخمة لأكبر المطورين في مصر. والنهاردة في النسخة السابعة من ريد أكسبو بيقدم مجموعة من الفرص والعروض القوية بالساحل الشمالي والعين السخنة والعالمين الجديدة، وكمان مناطق شرق وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. في البداية وإحنا في ريد أكسبو قابلنا السيد محمد البناني المدير التنفيذي لشركة ريد دار الخبرة العقارية، هنعرف منه أسرار تنظيم النسخة السابعة لواحد من أهم المعارض العقارية في مصر ريد أكسبو. في البداية عايز أسألك سر اللوجو بتاع النهاردة. احنا دايما بنقول العقار هو دولار بالتقسيط، يعني بنقول للناس اللي بتتاجر في الدولار او بتتاجر في اي حاجة تانية، هو مفيش احسن من العقار كوعاء ادخاري او وعاء استثماري، لان قول لي حاجة النهاردة دولار تقدر تشتريه بالتقسيط، العقار تقدر تشتريه بالتقسيط، فده احنا بنسميه هو العقار هو دولار بالتقسيط. عايز اعرف من حضرتك برضو شوية تفاصيل من الكواليس اللي احنا ما بنشوفهاش عن المعرض النهاردة، رتبتوله ازاي بشكل مختلف عن اللي قبل كده او ايه اللي طورتوه؟ اول اضافة ان عدد المشاركين من شركات الكولابوريشن او شركات التحالف اللي هي للتسويق العقاري زادت. النهاردة الحمد لله في 415 مسوق عقاري او نقدر نقول مستشار عقاري موجودين في القاعة اللي احنا فيها دي. المرة اللي فاتت كنا 275 مسوق او مستشار عقاري، المرة دي احنا الحمد لله وصلنا ل 415 مسوق عقاري، وده عشان تقدروا تستوعبوا العدد الكبير من الكلاينتس اللي كلهم جايين في يوم واحد الحمد لله، وبرضو عشان في زيادة في عدد الشركات اللي هي مشتركة في المعرض ده عن المرة اللي فاتت. عدد المطورين زاد قد ايه من المرة اللي فاتت؟ احنا المرة اللي فاتت كنا 32 مطور، المرة دي احنا الحمد لله كسرنا ال 40 مطور. مع التطور الكبير اللي بيحصل في المعرض، هل طورتم من السيستم اللي موجود او طريقة الشغل؟ ده اكيد، احنا النهاردة الحمد لله يعني يمكن الحاجات المميزات اللي عندنا في الكولابوريشن او عندنا في شركة ريد ان احنا اعتمدنا الاساسي على سي ار ام محترم. سي ار ام بنقدر منه ان احنا يعني بتكت زرار نقدر نوصل المعلومة لكل المستشارين للشركات اللي جوه التحالف وللعملاء، وده السيستم ده احنا بذلنا فيه مجهود ووقت طويل جدا عشان بنسميه سباينال كورد، او يمكن هو ده العمود الفقري للشركة عندنا او للتحالف كله. عشان برضو نبقى شرحين الموضوع بشكل احسن، السي ار ام ده ديتا بيز بتبقى موجودة باسامي الكلاينتس واسامي الوحدات اللي موجودة للعرض والطلب، عشان خاطر تقدر تحكم البيانات اللي عندك بشكل كويس، وده بينتج عنه سرعة ودقة في التعاملات، ومش متعرف عليه ان هو موجود عند شركات البروكرج او شركات السمسرة، واني معتاد عليه ما بين المطورين فقط، لكن انتوا ابتديتوا تطبقوه كمان ما بين شركاتكم. بالضبط، احنا الكلاينت ريليشن شيب مانجمنت او السي ار ام سيستم ده بالنسبه لنا كان يمكن اللي بنينا عليه الشركه اصلا، يعني ده كان اهم حجر اساس جوه الشركه ان احنا يبقى عندنا سيستم متوافق مع احتياجاتنا ونقدر عن طريقه ان هو نتواصل مع عملائنا ومع الموظفين او المسوقين العقاريين اللي جوه الشركه او جوه التحالف كله. لكل ما لحقش يجي النهارده، ايه خططكم للمعرض اللي جاي؟
ان شاء الله المعرض الجاي هيبقى في الكوارتر الثالث يعني على اخر شهر 9، واحنا لسه عاملين مفاجآت، في عندنا مفاجآت كتيره للعملاء بتاعتنا، من اهمها ان احنا ناويين نطلع محافظات، ناويين نطلع بره مصر. احنا بنحترم العملاء بتوعنا وبنحاول نحترم ان احنا لما نقول للعميل تعالى عشان هتلاقي فعلا عروض، بنحاول احنا نبقى صادقين في الكلام ده عشان العملاء تصدقنا والعملاء تمشي يعني وتجينا المعرض وتاني والتالت. تنظيم النسخة 7 لريد اكسبو في التوقيت ده قرار وراه مجهود كبير وخطة مدروسة لكيان قوي قدر يتغلب على تحديات المرحلة، وقدم للمطورين فرصة من ذهب لتسويق مشروعاتهم وتحقيق نسب مبيعات كبيرة رغم الظروف الصعبة اللي بتواجه السوق العقاري. وده اللي عرفناه لما قابلنا السيد محمد نظمي نائب رئيس شركة رد المنظمة لريد اكسبو. انا شايف النهاردة في نجاح الحمد لله. النجاح احنا بنقيسه ازاي في المعارض؟ بنقيس النجاح بحجم الترافيك اللي داخل او حجم الزائرين للمعرض. هايل. مش كده بس، كمان بنقيسه اكتر بحجم الكلوزنج او الديلز او التعاقدات اللي بتتم في المعرض. النجاح ده وراه مجهود. اوكي. اعرفه منك. احنا من 2021 وبصراحة ريد بورن هالك من داي وان الحمد لله. احنا عادنا اول سنة الحمد لله عملنا سيلز بشكل كبير، والحمد لله ابتدينا من اخر السنة ديت ان احنا نعمل موضوع التحالف، ان احنا نبقى كولابريشن. وبصراحة الكولابريشن ريد كولابريشن لقى صدى قوي جدا جدا. تحالف ما بين مين؟ ما بين مين يا فندم؟ احنا يا فندم شركات التسويق العقاري وليها مواصفات معينة، لن يسع طبعا الوقت ان انا اقول المواصفات دي، لكن خليني اقول ان هم ببساطة شديدة احنا شبه بعض على درجة كبيرة من الاحترافية. جدا 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 احنا شبه بعض، واحنا حقيقي يا فندم احنا فاميلي، احنا مش كل شركة لوحدها. واول ما ابتدينا القصة ديت كانت الناس بتسأل الكولابريشن ده عبارة عن ايه والكولابريشن ده اتعمل ازاي. فضل ربنا وحده احنا دلوقتي حوالي 20 شركة، شركات موجودة في التجمع، شركات موجودة في مصر الجديدة، شركات موجودة في زايد، والحمد لله احنا عندنا ريكوستات كبيرة جدا 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 لانضمام الكولابريشن. لكن يمكن عندنا يمكن يعني شوية عشان احنا سيلكتيف قوي 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 في القصة دي، مش حابين ان يبقى احنا في حد جوه الفاميلي غير ان هو شبه المجموعة. وبعدين عشان الموضوع برضو لسه بقاله حوالي سنتين، فاحنا مش عايزين ان احنا الموضوع يعني زي يفرط مننا، احنا عايزين الموضوع يبقى بشكل احترافي كبير جدا. بتتقلنا في دخول اي جدا بشكل انت مش متخيل. احنا يا فندم بمنتهى الصراحة انا لو عايزه بكرة يبقى 200 يبقى 300 يبقى العدد اللي انت عايزه هيكون الحمد لله من الريكوستات اللي عندنا، لانها شايفة الاد فاليو لينا كلنا. احنا بنعمل لهم اد فاليو وهم بصراحة اد فاليو لينا، واحنا كلنا اد فاليو لبعض. مهتمين جدا بالاكسبو، وحضرتك شايف اهو النسخة 7 ما شاء الله الله اكبر على طول، كل مرة في زيادة اكتر سواء في عدد الناس الموجودة او في عدد الكلوزنج ديل الموجودة يا فندم جوه الاكسبو. احنا دايما بنهتم بموضوع التريننج وديفلوب، ان انا لما بقعد مع حد ما بقولوش هي كويسة وعلى ضمانتي، ما بنعرفش نشتغل كده، بقوله هي كويسة عشان 1 2 3 ما يوعدش وعود ويطلع مش حقيقية. انا فندم بقوله ارقام، يلبس المطور يقول كلام مش خالص حقيقي فندم. خالص خالص انا بقول يا فندم ارقام، بقوله انت هتشتري الوحدة دي بكذا، البريفيوس بروجكت بتاعها كان من كذا لكذا، دي انا متوقعين طبعا كله باذن ربنا طبعا اولا واخيرا هيبقى من كذا لكذا، العائد الاستثماري بتاعها انها تغلى مرتين مثلا، حاجه زي مثلا الحاجات اللي هي مثلا الحاجات اللي هي الكوميرشال او الحاجات الريتيل، ان يا فندم انت هتكسب في ثمنها وهتكسب لما تاجرها. لما بقول له القصه دي وبيشوف ده بيتحقق هو بيثق فيه، عشان كده بيجوا تاني. احنا يا فندم الحمد لله مختلفين شويه، ويا رب يديمها دايما نعمه، ان احنا لما بنبيع دي مش نهايه الحدوته، دي بداية الحكاية. وأضيف لحضرتك برضو بعد إذن سيادتك حاجة، يمكن القصة كلها ابتدت في 2008 مع أستاذ خالد بهيج التشيرمان والسي او لريد. احنا فندم في قبل 2008 ما كانش فيه حاجة اسمها ان بروكر يبيع لبالم وصودك وعمار وماونتن فيو، كان اكسكلوسيف، ما فيش يا فندم الكلام ده، كان هو بيبيعه لوحده قصة. هو بصراحة اختراع جديد، قال انا هجيب كل الديفلوبرز الجمال دول تحت سقف واحد هبيع لهم 0%. احنا سواء فريد او فريد كولابريشن اللي احنا حاجه واحده، احنا وان يونت، احنا يا فندم بنهتم جدا ان حتى السيلز اللي قاعد موجود ما يبقاش عنده ميول عن دوت شركه عن غير شركة. ده ليه؟ لان هو مصلحته طبعا دي اول حاجه، زائد البنفيت المادي اللي بياخدها باع هنا زي ما باع هنا زي ما باع هنا. لفت انتباهنا كمان في ريد اكسبو حجم التنظيم الكبير بالمعرض عن طريق فريق مبيعات محترف، مهمته مساعدة الزائرين في التعرف على كل العروض
واتخاذ القرار. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من السيد كريم زعفر رئيس قطاع المبيعات بشركة ريد المنظمة المعرض ريد اكسبو. اللي انا عرفته النهارده ان حجم العملاء اللي موجود النهارده هنا ده بيبقى ان شركه ريد هي اللي بتقدم العملاء للمطورين اللي موجودين. كم موظف عندكم بيعمل المجهود ده؟ كشركه ريد تقريبا 60 مستشار عقاري، وريد كولابوريشن اللي هو التحالف كمان ده هيبقى رقم كبير، اتكلم في اكتر من 250 بروبرتي كونسلتنت بيتحدوا مع بعض ان هم ازاي يجيبوا العملاء لريد اكسبو بالظبط. فبيبتدي ان هو كل بي سي او كل بروبرتي كونسلتنت بيتكلم الكلاينتس بتاعته، يعزمهم على المعرض ده، بيبين قد ايه الفاليو او الميزه بتاعت المعرض، ان هو كلاينت اي كلاينت في الدنيا مهتم بالعقارات المعرض ده هيكون مفيد لي جدا. ليه؟ لان هو المعرض بيضم 35 او اكتر مطور في كل المناطق اللي موجودة في مصر، ما بين التجمع والساحل والسخنة وستة أكتوبر، ما بين تجاري إداري طبي سكني ساحلي، في أي حد أو أي عميل مهتم إن هو يشتري بيت بيبقى الفاليو بتاعت المعرض دي كبيرة قوي عنده. أنا بالنسبة له مستشار عقاري، وهو بالنسبة له إن أنا بوفر عليه وقت مجهود كبير جداً، وبقول له البروز والكونز، وبقول له المميزات والمميزات والعيوب بتاع كل مشروع، كل منطقة نظرة، كل مشروع وكل منطقة. وفي الآخر هو يأكسبت الأوفر أو يريجكت، دي حاجة بتاعته هو. أنا وسيلة بتساعده بشكل بروفيشنال وبأمانة كاملة. الإقبال الكبير من العملاء على معرض ريد أكسبو وزيادة عدد المطورين المشاركين في المعرض وكمان ارتفاع نسب مبيعات المشروعات كانت من أهم المؤشرات القوية لنجاح معرض ريد أكسبو، وده لأسباب كتير عرفناها من السيد كريم المصري مسؤول المبيعات بشركة ريد المنظمة لمعرض ريد أكسبو. ركزوا معي. بما أن حضرتك المسؤول عن المبيعات في شركة ريد، يعني حضرتك اللي بتتعامل مع المطورين العقاريين اللي احنا شايفينهم دول كلهم، تترجم إيه بأن أنا أشوفهم كلهم على ترابيزة نفس الترابيزة نفس العرض أو أدوات العرض أو البوث اليونيفورم واحد، كل الديفلوبرز لابسين نفس اليونيفورم ده؟ النهاردة بصراحة لفت نظري. من وجهة نظري هو الموضوع ليه شوية عوامل. أول حاجة هي الثقة المتبادلة اللي قدرت ريد أو إدارة ريد إن هي تخلقها مع الديفلوبرز. الهيستوري ده سابع ريد أكسبو لينا، احنا حققنا سكسس ستوريز في الريد أكسبوز اللي فاتت. وصلنا النهاردة ان الديفلوبر لما بنيجي نتكلم ان احنا هنعمل ريد اكسبو جديد هم اللي حابين ان هم يشاركوا. الموضوع كمان احنا بنجيب العملاء لحد عندهم هنا وان داي ايفنت في مكان واحد، يقدر العميل ان هو يجي يختار المشروع اللي مناسب ليه من ضمن الاختيارات اللي بتتعرض له. فالموضوع بقى مختلف عن فكرة البيل بوردز والاعلانات اللي ممكن عملاء تيجي وممكن عملاء ما تجيش، لكن هنا هم متأكدين ان هم هيجوا هيلاقوا عملاء حقيقيين عندهم نيدز حقيقي عايزين يشتروا فعلا. وده حضرتك اكيد شفته النهارده، ده انا شايفه. انا شايف ان في ترافيك، لا وترافيك مدعوم بقوه شرائيه، يعني مزبوط. ناس بتقفل ديلز، وحتى الشركات لما اتكلمت معاها اللي ما قفلش هو بوتنشال كلاينت او عميل على درجه من الجديه في الشراء. مظبوط، دي حقيقه. النسخ اللي قبل كده مثلا لو اتكلمنا على اخر نسخه، نقدر نعرف تقريبا حجم المبيعات في اليوم ده كان كام؟ حجم المبيعات في اليوم نفسه كان أراوند من 150 ل 200 مليون في اليوم، في نفسه يوم واحد. في اليوم نفسه. لكن طبعا انت عارف حضرتك النهارده عدد المطورين اكبر، عدد المشاريع اكتر، مش كل الكلاينتس بيشتروا في نفس اليوم، ممكن الكلاينت ياخد الاوفر يحجز النهارده ونحجز ونكمل، لكن على مدار الاسبوع الرقم دوت بيزيد. المهندس فتح الله فوزي عميد التطوير العقاري في مصر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، النهاردة بيشارك في النسخة السابعة لمعرض ريد أكسبو. اتكلم معانا عن مجموعة من الإجراءات المهمة اللي أقرتها الحكومة للمطورين، وقدم كمان روشتة قوية للتعامل مع الظروف والتحديات الصعبة اللي بتواجه السوق العقاري المصري. تعالوا نسمع بيقول إيه. الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم مع المطورين وكان في مناشدات للدولة ومناشدات للحكومة. رأي حضرتك الوضع دلوقتي، هل الحكومة ابتدت تسمع؟ هل الحكومة ابتدت تتحرك؟ تقييم حضرتك الموقف ايه؟ في موضوع الريجوليشن والقوانين اللي بتنظم الصناعة، لا لسه ما طلعتش لسه، ولا اذا كان في حاجات طلعت او قوانين طلعت او قرارات طلعت ما تنفذتش ولا تفعلت في السوق العقاري.
فدي نقطة مطلوب من الحكومة انها تتخذها، لان سوق التطوير العقاري سوق مهم جدا، لازم يكون فيه ريجوليشن وفي قوانين منظمة سواء للمطورين سواء للبروكر، على اساس السوق يبقى منظم ويدي ثقة للي في الخارج. اما لو بتتكلم على التحديات الاخيره اللي قابلت المطورين العقاريين والقرارات والاجراءات اللي اتخذها الحكومه لتخفيف العبء على المطورين العقاريين، زي زياده مده تنفيذ سنتين، زي تخفيف سعر الفايده زي كده، نتيجه طبعا التضخم اللي حصل وارتفاع التكلفه، ويقللوا شويه من الخسائر بتاعه البيع اوف بلان، هقول لك لسه عايزين مزيد، عايزين كمان. الحكومه بتسمع لكم طبعا في الاجراءات الاخيره، بتنفذ اللي احنا بنقوله، يعني الاجراءات اللي هي في التخفيف عن المطورين عشان تخفف من تأثير الأزمة اللي حصلت نتيجة ارتفاع التكلفة، والمطورين بيعين من سنتين بسعر بيع محدد والتكلفة زادت عليهم. أيواء الحكومة طلعت شوية اجراءات وأوريدي الوزارة بتنفذهم وبتفعله، بس انا بقول مش كفاية. يعني النهاردة عشان تأجل الأقساط سنة او 20% من المدة مش كفاية. الأقساط، أنا بتكلم أقساط الأراضي، لازم تؤجل على الأقل سنتين أو ثلاث سنين عشان يقدر المطور يستعمل كل الكاش فلو اللي داخله في بناء المشروع، علشان العميل المشتري ما يتضرش، لأن لو العميل المشتري اتضر عمر يعني كل الحكومة وكل المطورين والسوق كله هيتأثر. واحنا بنتكلم عن المطورين في التحديات اللي قدامهم برضو، أنا ببص الناحية تانية الحكومة في موقف صعب جدا، متفق جدا معاك. بس لقيت الحلول فعلا، اللي فكر في الحلول دي لا، ناس فعلا فكرت، لان حلول بره الصندوق بصراحه، يعني حلول في وقت صعب ان الدوله تتحمل فيه اي اعباء ماليه نقديه سائله، وفي نفس الوقت المطور خلاص هو مش قادر، فجابوا حلول تفيد المطور من غير ما الدوله هتتكلف، بس مش هتتكلف سيوله نقديه، ممكن تتكلف تكاليف غير مباشره. انت شايف السوق وقاري السوق، لما بنطالب انك تاجل اقساط الاراضي لمدة سنتين، انت بتتكلم عشان تخفف الضغط على الكاش فلو بتاع المطور ويقدر يبني المشروع، وده اللي كنا متعودين عليه زمان. كنا بنخش المزاد تاخد فترة سماح 3 سنين وبقيت تمن الارض على 7 سنين. بس في ممارسات خطأ حقيقي بتتم في السوق، يعني المطورين اللي بيبيعوا على 10 سنين و12 سنة هو بيشتغل ممول ومطور، دي برضو طبعاً ممارسات لازم السوق تتنظم يتغير. في ممارسات خطأ برضو بتتم لصناعة البروكرج، نسبة العمولة المرتفعة، الكاش باك اللي بتدخل العمل، دي برضو من ممارسات الخطأ خطأ. السوق عايز ينظمها، اللي هينظم الكلام ده هو القوانين والريجوليشن اللي المفروض تطلعها الدولة، ومش تطلعها بس لا، تطلعها وتفعلها وتراقبها وتنفذها. حابب بقى اتكلم عن معرض ريد اكسبو النهارده، راي حضرتك ايه في المعرض؟ كل الانشطه اللي انا بشوفها قدامي والترافيك العالي ده هو، والانشطه المماثله والمعارض المماثله ده هي مفيده جدا جدا للسوق، سوق العقار وللتسويق للمنتج العقاري المصري. احنا يمكن الصناعه عندنا عشان سابقين غيرنا في المنطقه، لا متطورين جامد جدا 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 فيه، وعندنا قوه معينه في تسويق المنتج العقاري. انا سعيد جدا، انا شايف الترافيك العالي ده هو موجود في معرض ريد فيري سمارت حقيقي، من الشركه القائمه شركه ريد ان هي منظمه كل السيت اب ده هو، وعملت يعني حقيقه تسويق للنهارده للراغب ان هو يشتري شقه. مشغلين بقالهم فتره طبعا على التسويق، انا متابع الحمله بتاعتهم للتسويق للمعرض النهارده. لا انا بعتبرهم حقيقي ربنا يوفقهم، وان شاء الله باذن الله يكون معرض ناجح في اليوم النهارده. تشاهدون بعد قليل. ده ايه الاوفر اللي انتوا عاملينه المعرض مخصوص؟ احنا عاملين 10% مقدم على 8 سنين اقساط. دلوقتي انا بدي للانفستر او للاند يوزر زيرو داون بايمنت و7 سنين مقفولين. احنا النهارده عندنا 1 داي اوبورتيونيتي، يعني اللي هي 20% على 5 سنين. عملنا بايمنت بلان طويله عاملينها 20% واقساط على 8 سنين بدل 7 سنين، او 10% مقدم وبنقسط على 9 سنين، كلها اقساط متساويه.